تعالى يا استاذ احمد، مساء الخير. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اكلم الدكتور لو سمحتي. الدكتور معاك بالفعل، اتفضل. السلام عليكم يا دكتور. سلام الله وبركاته. منور الدنيا والله يا دكتور. الله يبارك في سيادتك. استاذن حضرتك بس بالنسبه للي هو رجلي يا فندم، صوابع رجلي وايديا، لو ريحه برد بسيط خالص اول ما الدنيا تبرد شويه، يعني يمكن من اسبوع فات، رجلي زي عباره عن لوح تلج، والكلام ده من فتره طويله كمان معايا. وكنا هنتابع حضرتك دايما باستمرار على قناه الصحه والجمال، وكان حضرتك تقريبا قلت على تحليل معين بس انا ما كتبتوش، فاستاذن حضرتك بس ممكن توضح لي دي ايه بالظبط؟ حاضر. دلوقتي انت عندك سكر يا اخي؟ لا يا فندم الحمد لله. سنك كام سنه؟ 40 يا فندم. الايدين والرجلين؟ يا فندم الايدين والرجلين انت برد، يعني ساعة بطريقة فظيعة يا فندم. وتبقى شاحبة وتبقى شاحبة؟ يا فندم شاحبة، بالظبط كده. وبعدين تزرع وبعدين تزرع؟ يا فندم حضرتك، في احيانا ممكن تزرع وفي احيانا ممكن تزرع وممكن لا، وفي احيانا صوابع رجلية يا فندم يبقى فيهم زرقان باحمرار جامد حاضر. واكلان. طيب حاضر، شكرا جزيلا. شكرا لاتصالك يا استاذ احمد، والدكتور هيرد عليك حالا. هو لو متاكد ان ما عندوش سكر خالص، بس هو ده نوع بنسميه رينيتس فينومينا، وده اضطراب في الجهاز السمبساوي اللي برضه طبعا الاعصاب الطرفيه طبعا، بس ده متخصص، كنت لسه داخل على اللا اراديه. فالاعصاب اللا اراديه هنا بتغذي القدمين، بتغذي كل حته في الجسم طبعا، فهنا بيحصل نوع من الاضطراب في توزيع الدم او توارد الدم في لحظات معينه. فالرينولز دي ان بيحصل احتباس من الدم انه ما يوصلش، مش احتباس داخلي او امتناع سريان الدم في هذه الاطراف. فالدم حضرتك هو اللي بيسبب، في عندنا حاجتين، في شعيرات دمويه وفي اورده متوسطه. الاورده المتوسطه هي المسؤوله عن حراره الجلد، اما الشعيرات الدمويه هي المسؤوله عن لون الجلد. فهو اما الدم يقل عن الاطراف، الاثنين هيروحوا، الاورده المتوسطه اللي هي الصغيره يعني او متوسطه الحجم، اللي هي تقريبا قد بتبقى اصغر من انبوبه القلم يعني ملي تقريبا او اقل شويه، واما الشعيرات الدمويه فهي زي شعره الراس او اقل. فالانعدام يبقى هينعدم عند اللون وهينعدم عند الحراره، فيشعر بالبروده الشديده عشان الشرايين البسيطه الصغيره، واما الشعيرات هيبقى في اللي هو البالور او اللي هو الشحوب بتاعتها. بعد كده ينتج ان الاكسجين يقل في المناطق دي، اما يقل في المناطق دي لو استمر على كده مشكله، لكن هو بفضل الله بتفتح الدم، يفتح الدم ويتاخد منه الاكسجين كله، فمن هنا يحصل الزرقان، لان اتاخد الاكسجين معظمه من الدم، كان المفروض بناخد منه مثلا نسبه 70% خدنا 100%، بقى مزرق خالص. بعد شويه المفروض يحصل فلاشنج بقى، يعني احمرار. الظاهره دي الحقيقه لو بتيجي في الشتاء بس، هو يحاول يبعد عن الاماكن البارده ويلبس جلافز ويلبس حاجات، وانا شايف ان هي مش محتاجه لتحليل ولا حاجه، لان علاجاتها بتبقى الحقيقه برضو اصعب من ان احنا نتحمل المرض نفسه.